رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش بي الأمريكية للتكنولوجيا راي لين قدم استقالته هذا الجمعة ليحل مكانه العضو في مجلس الإدارة رالف ويتورث. استقالة راي جاءت بعد تعرضه لانتقادات واسعة من مجلس إدارة المجموعة لاستحواذها على مجموعة أوتونومي البريطانية للبرامج بقيمة 11 مليار دولار. المجموعة اضطرت بعد ذلك إلى شطب أصول بقيمة 5 مليارات دولار.